باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو سمحت من عام موبايلي يطفي خالص. بنعمه ربنا هنتكلم النهارده والمره الجايه واللي وراها موضوع كده سلسله. موضوع الحقيقه مهم قوي قوي قوي. ليه؟ لأنه هو أساس من الأساسيات الروحية اللي الإنسان يخش بيها السماء، يعني من غيره مش هنخش السماء. ليه؟ لأن الآية بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يا بخته اللي قلبه نقي، لأن ده اللي يقدر يشوف ربنا، يقدر يشوفه هنا على الأرض ويقدر يشوفه فوق في السماء. لكن لو أنا خدعت نفسي ببعض الممارسات الظاهرية وشكلا لي أب اعتراف وشكلا لي وجود في الكنيسة وخدمة في الكنيسة لكن لا أملك نقاوة القلب، مشكلة كبيرة قوي إن أنا مش هخش السماء. وبيني وبينكم دي بقت مشكلة تانية في الحياة اللي احنا عايشينها. لما نلاقي ناس يقول لك فلان ده في الكنيسة ليل ونهار بس مش قادر يسامح، فلان ده في الكنيسة ليل ونهار بس مش مدقق في كلامه ولا في تصرفاته ولا في نظراته الشريرة، فلان ده فلان ده فلان ده. فالحقيقة احنا محتاجين نراجع نفسنا، لان الخطورة كلها انا خايف ان انا اوهم نفسي ان انا نقي القلب. لانك معظم الناس تقبلها ولك صدقني يا ابونا انا طيب جدا والناس فهماني غلط، صدقني يا ابونا انا قلبي ابيض مش عارف من القطنه لايه بس الناس شايفاني غلط. كل واحد شايف نفسه نقي، وكل شايف واحد نفسه شايف طيب، وكل واحد شايف نفسه الحقيقه زي الفل. والعيب في مين؟ يا الناس اللي شايفاه غلط، يا الناس اللي فاهمه غلط، يا الناس اللي مش مقدره مشاعره، يا الناس اللي بتتعامل معاه وحش. فالعيب فيكم كلكم، لكن انا ابيض، انا نقي. علشان موضوع نقاوة القلب موضوع مهم قوي وما ينفعش نخلصه في مرة واحدة، اسمحوا لي لما قلت لحضراتكم ان هيكون سلسلة هنقضيها مع بعض المرة دي والمرة الجاية والمرة اللي وراها. المرة دي هنتكلم على عنوان اسمه ايه هو القلب النقي. ايه هو القلب النقي؟ القلب النقي ده عشان النقاوة هي اللي هتخلينا نشوف ربنا، فواضح انها مش كلمة سهلة، كلمة مش سهلة، دي كلمة لازم تتفصص عشان نقدر نهضمها ونقدر نفهمها. يعني لما بولس الرسول جه يتكلم عن المحبة، المحبة كلمة واحدة، لكن لما جه يفصصها طلعت المحبة دي مشكلة كبيرة قوي. قال لك المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، لا تقبح، لا تظن السوء، تصدق كل شيء. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو كل ده في المحبة؟ انت فاكر المحبة تقول انا بحبك اصدقك؟ لا، الحقيقة ده المحبة ده عمل شاق قوي، ياخد منك طول العمر انك تجاهد مع نفسك عشان توصل لجزء من فضيلة المحبة. اهي نقاوة القلب كده. نقاوة القلب دي كلمة حلوة قوي. القديسين كانوا هم لما تقروا صلوات القديسين دايما في طلبة يقولها كل يوم، يقول له يا رب اديني نقاوة القلب. داود النبي يصرخ ويقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. يبقى النهاردة هنجاوب على سؤال واحد بس، القلب النقي ده وحبنا نوصفه نقول عليه ايه؟ مين الانسان اللي لو شفناه نقول عليه انسان نقي؟ او مين الانسان اللي لو شفناه نقول عليه انه صاحب قلب نقي؟ هو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة. الحقيقة زي ما اتفقنا ان القلب النقي دوت علشان نحاول نفصصه ونحاول نفسره هنحطه تحت عناوين مختلفة. العنوان الاولاني ان القلب النقي هو قلب مستقيم. قلب ايه؟ مستقيم. يعني ايه قلب مستقيم؟ انسان مستقيم قلبه نقي، والقلب النقي مستقيم. مستقيم باختصار عشان ما اطولش عليكم لان عندنا 8 نقط لسه. مستقيم معناها إنسان ما يبيعش ضميره. مستقيم يعني إنسان عنده مبدأ روحي متمسك بيه.
مستقيم يعني ما يعرفش اللوع، مستقيم يعني ما يعرفش اللف والدوران. كل ديت موجودة في كلمة ايه؟ كلمة مستقيم. ناخد مثل، يعني على سبيل المثال في واحد كان اسمه في الكتاب المقدس بلعام. بلعام ده ما كانش قلبه مستقيم، ربنا اداله روح نبوة واداله له روح انه يبارك او يلعن، وربنا قال له اوعى يا بلعام تلعن شعبي. وجاله واحد اسمه بلاق قال له عاوزك تلعن شعب بني اسرائيل لان ده شعب جبار واله اله جبار وغرق فرعون وسمعنا القصه بتاعته. هي قال له ما اقدرش العن لان ربنا قال لي ما تلعنش الشعب ده. لغايه دلوقتي بلعام عداه العيب، لغايه لما بلاق قال له ايه؟ طب العن كده وانا هغرقك ذهب وفضه، شوف انا هدي لك ايه. الراجل قال له طب بص اجي لك ونتفاهم. الله 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 الله، ابتدى ضميره يهز. وبعدين راح وطلع فوق تبه عشان يلعن الشعب. جه يلعن الشعب الروح القدس غصب عنه خلاه يبارك، فبلاق لطم قال له انا جايبك تبارك ولا جايبك تلعن؟ راح قال له لا معرفش، هو ربنا خلاني بدل ما ألعن أبارك، بس عينه على الفلوس. فقال له إيه؟ طب بص نعمل ذبيحة من ناحية تانية، يمكن الزاوية دي أشوف الشعب أكتر فنعرف نلعنه. أنت ناسي ربنا قال لك إيه؟ أنتوا عارفين حكاية الحمار بتاعه؟ الحمار في السكة وقف. وقف ليه؟ لأن شاف ملاك ربنا بيقول له ما تتحركش. فالحمار فهم وهو ما فهمش، لأن قلبه إيه؟ معوج. أو ده إنسان مفيش نقاوة في قلبه. أقول حاجة بس الحقيقة لو ضغطتوا عليا شوية، أنا مش بتاع فلوس. طب 1000 جنيه قلتلكم مش بتاع فلوس. طب 2000 جنيه ما تضغطوش علي. طب 3000 جنيه إيه ما بحبش أزعل حد، كده ضغطتوا عليا. إيه ده؟ إيه ده؟ هو ممكن الواحد يبقى كده؟ الحقيقة ممكن الواحد يبقى كده. أو ده إنسان غير مستقيم القلب. ده إنسان غير مستقيم القلب. طب ده إنسان ده يكون نقي إزاي؟ إذا كان قلبه أساساً زي ما بيقولوا كده ضميره أستك، على حسب يعني ما تقل معاي مط معاك. طب يعني يبقى ده إنسان عنده نقاوة؟ الحقيقة أبعد ما يكون عن نقاوة. يبقى أول علامة من علامات نقاوة القلب هو إيه؟ استقامة القلب، ما يعرفش اللف والدوران وما يبيعش ضميره. 2، قلب غير منقسم. يعني ايه قلب غير منقسم؟ القلب النقي قلب غير منقسم معناها ان ما يقدرش يعيش حياتين، هو له حياة واحدة، يا اما مع ربنا يا اما برا ربنا. لكن برا ربنا يعني مش نقي، لا بس عارف انه مش نقي، بس في انسان مخادع. عارفين يعني انسان مخادع؟ يعني انسان يدعي نقاوة القلب ظاهريا لكن قلبه في حاجة تانية. دوت اسمه إنسان يعيش حياتين. على سبيل المثال تعال يا شمشون احكي لنا أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي نذير الرب، وربنا عمل ندر واداني قوة في شعري. طب كويس قوي أنك أنت عارف أنك نذير الرب. أنت عارف نذير الرب من شروطه إيه؟ شروطه إيه؟ أنه ما يشربش خمر. شروطه إيه؟ أن ما يحلقش شعره. شروطه إيه؟ أنه لا يعاشر أجنبيات. هو احتفظ بالصورة ان شعره طويل، لكن كان بيشرب ولا ما كانش بيشرب؟ كان بيشرب. وكان بيعرف اجنبيات ولا لا؟ مرة واحدة من غزة وواحدة من اخدود من الفلسطينيين. يعني هو الاثنين اللي عرفهم اجنبيات. طب انت نذير ولا انت زاني؟ ما انت قول لنا حاجة من الاثنين. انت نذير ولا انت سكير؟ ما تقول لنا حاجة من الاثنين. اوقات كتير قوي انا بخدع نفسي وبعيش حياتين، والحقيقة القلب ما ينفعش، يا اما يكون يا منور يا اما يكون مظلم. لكن انا للأسف بخدع نفسي. احنا قلنا اول شرط من شروط نقاوة القلب ان القلب يكون ايه؟ مستقيم. تاني شرط من شروط نقاوة القلب ان القلب يكون ايه؟ غير منقسم. يعني ايه؟ بلا حياتين او بلا لسانين، ملوش غير كلمة واحدة. يقول لك فلان ده سيف، كلمته واحدة. الناس لما كانت عندها نقاوة قلب فطرية زمان
كان في التجار كده، وخاصة في الساغة وفي الذهب، كانت البضاعة باللسان، البضاعة باللسان، يقول أنا هاخد منك الكمية دي، اللي طلع من بقه لو على رقبته ولاده يوفوه، لأن كان ولاده يبقوا قاعدين معاه في الوكالة، المحلات والتجارة كان اسمها وكالة زمان، فولاده قالوا آه بابا قال ده دين في رقبتنا. النهاردة أبقى أنا عارف إن أبويا أخد، ما هو النقاوة قلت وما بقتش موجودة. واحد يقول لي بس بابا قبل ما يتوفى أخد مني المبلغ كده، أقول له معاك ورقة؟ معيش ورقة الحقيقة، بس كانت كلمة، أقول لك لا بالله وما علينا يعني. المهم فنقاوة القلب قلنا إيه؟ واحد قلب مستقيم، اتنين قلب غير منقسم، تلاتة القلب النقي قلب بسيط. عارفين قلب الأطفال في نقاء، فينا الطفل نقي لغاية لما يتعلم الشر مننا. يعني الطفل الديفولت بتاعه، الطفل الديفولت بتاعه ايه؟ نقي، لغاية لما يتعلم مننا الزعيق، وبعد شوية يتعلم مننا الكذب. يعني بدل ما الأب والأم يزودوا نقاوة فوق نقاوة، الحقيقة بيبوظوا النقاوة بتاعت الطفل اللي ربنا خلوا عليها، ويحطوا فيه أي حاجة غير النقاوة، يحطوا الشوائب كلها بتاعته. فالإنسان النقي قلبه قلب بسيط، قلبه بسيط يعني صادق واضح، ما يعرفش الرياء، ما يعرفش. عمرك شفت طفل عنده سنة ونص كده يقولك ايه؟ انا بفكر اضحك على ماما واخبي الاكل واقول لها، ما يعرفش، ما يعرفش، يعرف كده لما الشر يخش. فالإنسان النقي هو إنسان بسيط واضح، لما تتكلم معاه تحس ان مش ممكن يكون في كلمة كذب في كلامه، تحس ان اللي جواه هو اللي براه، واللي براه هو اللي جواه، ولو مش عاوز يقول معلومة يقول لك آسف مش هقدر أتكلم في الموضوع ده، لا ما تحرجنيش، ما تضغطنيش، مش هقدر ومش حقي إن أنا أتكلم في الموضوع ده. إنسان واضح بسيط بسيط، ده إنسان نقدر نقول عليه نقي قلب. الإنسان البسيط أو القلب النقي البسيط دوت، ما بنقول إن القلب النقي هو إنسان بسيط، ما يعرفش التملق. عارفين يعني إيه التملق؟ لا يعرف الرياء ولا التملق. الرياء ده زي يهوذا يبوس المسيح بس قلبه ما فيهوش نقاوة، قلبه فيه خيانة، فالمسيح يوبخه يقول له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. القلب الغير مستقيم، القلب البسيط ما يعرفش، الآسف القلب البسيط ما يعرفش يتملق. عارفين يعني ما عارف يتملق؟ يعني لا مش لوع، اللوع دي قلناها في الأولاني، لا ما يمسحش جوخ. عارفين اللي يمسح جوخ؟ يعني مثلا واحد كده يحب يتودد، يعني عاوز كده يبقى مثلا يبقى خادم في الكنيسة، فيروح لابونا يقول له أنا تلميذ تحت رجلين قدسك، كل اللي بتقوله بكتبه في قلبي مش بكتبه في كراسة. يا ابونا أنت بتقول كلام ما قالهوش يوحنا ذهبي الفم، يا ابونا أنت بتقول كلام، يا سلام على الروح القدس اللي في قدسك. عارف يا ابونا نفسي اخدم اي خدمه في الكنيسه، بس كده حطيني كده على كرسي قولي لمعه كل يوم. شايفين ده قلب مش بسيط ابدا، ده قلب هو عاوز. عارفين اللي يقولك يتمسكن لغايه لما يتمكن، وبعد كده تكتشف انه في جواه فرعون وجواه ذات عاليه قوي، اهو ده انسان مش ممكن يكون بسيط. والانسان اللي مش بسيط مش ممكن يكون نقي القلب، لان دايما اسف في اللفظ اللي هقوله في حته خبث، يعني دايما في حتة خبث في كل اللي بيقوله أو كل اللي عاوز يصله، وهم جواه كده حاسس إن هو كده إيه، بيضحك على الناس أو بيظبط الناس اللي حواليه. ليه؟ وعاوز تقول إنك أنت كده نقي القلب، يقول لك فلان دخلت له حتة مدخل مش عارف يقولوا ألفاظ غريبة كده، لا يعني دخلت له حتة مدخل ظبطت ولا سجدت ولا معرفش، يقولوا كلام كده ضحكت عليه كده ومش عارف مين. النصايح اللي الناس بتقولها تبين، يعني كل ست قاعده حاسه انها نقيت القلب قوي، والست الثانيه برضه حاسه انها نقيت القلب. شوفوا بقى الكلام اللي بينهم وبين بعض، تقول لها انا هديكي حكمه بقى عشان حياتك الزوجيه ايه، اكلي جوزك كويس وتحكي عليه بكلمتين كده، لان الراجل عيل كبير يبقى خاتم في ايديكي، ما يقولكيش لا، اقول لك مره تقمصي في وشه، ما انت لازم تجربي كذا علاج لغايه لما تعرفي ايه اللي بيجيب معاه اختك وبتحبك. دي نقاوة دي؟ يعني عايز أسأل إذا كانت دي نقاوة ممكن أسأل الخبث يبقى إيه؟ يعني إذا كانت ده بنعتبرها إن ده نوع من النقاوة، هي دي بقى
يبقى أراجع من الأول تاني. قلنا إن القلب النقي نمرة واحد مستقيم، اتنين غير منقسم، تلاتة بسيط بساطة الأطفال، والبساطة لا تعرف الرياء ولا التملق ولا الخبث. من سمات القلب النقي أنه لا يظن السوء، لا يظن السوء. مش معنى كده أنه ساذج، مش معنى كده أنه بيضحك عليه، بس في واحد يبادر لظن السوء، يبادر لظن السوء. يعني أنت قابلتي واحدة لقيتي وشها شوية قافل في وشك، تقولي مين اللي قومها عليا؟ ما هو الدنيا فيها مش عارفين، تلاقي فلانة، هي فلانة كلمتها بالتليفون وقالت لها عملت كده. ظن السوء. واحدة تانية لقيت شوكة ناقصة، هي الست اللي تيجي بتنظف. طب الأول دوري، الأول دوري. لكن في ناس دايما سوء الظن عندهم سابق، سوء الظن عندهم سابق. أوقات واحد يجي قابلني صدقوني من النوعية دي، بس ربنا يعني يرحمنا كلنا، يقول لي أبونا أنت متغير مني بقالك شهر ليه؟ متغير منك ليه؟ ده انت ابني وحبيبي ومفيش حاجه. يمكن قابلتني كنت سرحان، يمكن قابلتني كنت مشغول، يمكن قابلتني كنت بحضر كلمه بسرعه اتزنقت فيها، يمكن قابلتني مستعجل، يمكن قابلتني طالع عايز الحق خارجه في ماري جرجس ولا في العذراء ارض الجولف. ما قلت لك قلت لي سلام، قلت لك سلام سلام، مستعجل يعني، مستعجل طبعي كده مستعجل. مثلا متغير مني؟ لا يا ابونا في حاجه. اقول له صدقني ما في حاجه. يقول لي لا في حاجه، بس انت عشان كهنه تقول ما فيش حاجه. يعني هكذب يا ابني؟ ما فيش حاجه، صدقني ما في حاجه، ربنا العالم ما في حاجه. يقول لي طب خلاص مش مصدقني برضه. يقول خلاص اوكي، ما دام قلت لك كده يبقى ما فيش حاجه. بس هو بيقول لي ايه؟ بطريقه ان في حاجه، بس انا عامل نفسي ان ما فيش حاجه. طب اعمل له ايه؟ ده ظن سوء. في ناس بتقع في ظن سوء. القلب النقي بقى ما يعرفش سوء الظن، دايما دايما يفترض حسن النيه. يقول لك اكيد كان مشغول، اكيد السنحان، ربنا يعينه. بس في واحد قلبه ما عنده سوء ظن، عنده سوء ظن، شكاك كده، وعنده احساس دايما ان في نظريه المؤامره، نظريه المؤامره. يعني لو انت او انت دخلت لقيت واحد بيكلم واحد بصوت واطي، معناها ايه دي؟ طب انت قولوا لي بقى، اذا كنا احنا ثلاثه في بيت واحد، في بيت واحد وهما بيوشوشوا، تفتكر بيوشوشوا ليه؟ يا عليا يا حاجه مش عاوزين نعرفها. وفي كل الاحوال في مؤامرة. في ايه؟ ما نهدى. ده يمكن يا سيدي زي ما قلنا قبل كده في مثل، ان يمكن بيتفقوا يجيبوا لك هدية، يمكن بيتفقوا انه يقولوا عاوزين نريحها، فانت خدي المواعين وانا انشر الغسيل، اي حاجة. احنا عاوزين نريحها مش عاوزين نحرجها. بس لا 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 لا، خليك انت في سذاذتك يا ابونا، خليك ساذج كده. ما انت ما انتش فاهم حاجة، احنا اللي فاهمين كل حاجة، وجايبين نفسنا وجع الدماغ على فكرة، وتعب القلب والهري وعدم النوم وإرادة الضوء. بلاش بقى نخش في التفاصيل، لكن احنا تعبين نفسنا. طب تعبين نفسنا ليه؟ عشان احنا عندنا سوء ظن، او احنا عندنا ما عندناش حسن نية. طب هو فعلا كان كده؟ طب وما ما في ربنا شايف، وفي ربنا بيدافع، وانا ما فيش حاجة هتحصل لي الا اللي ربنا سامح بيه. طب انا متضايق ليه؟ لكن انا حاسس، حاسس ان انا مضطهد، حاسس ان في مؤامرة، حاسس ان كل الناس تكاتفت علي، زي ما قال داود النبي وكسرت الكلاب وكسرت اعداء اورشليم. في ايه؟ الدنيا مش كده خالص، الدنيا ابسط من كده. بس في للاسف ناس عندها احساس بالمؤامره، وتكتر في الاشغال بقى وقت وقت الترقيات، وقت التربيطات. وليكن انا مفترض ان في شر في الدنيا، انا ما اقولش ابقى ساذج، لكن احساسي ان انا دايما بفترض سوء الظن وسوء النيه في اللي قصادي. الحقيقة دي خطية ضد النقاوة، لأن القلب النقي ما يعرفش كده. يقولك ما نعرفش، لما نتأكد، اصبر شوية، ما نتسرعش، ما نحكمش على الناس، نهدى شوية، نشوف بكرة هيقول لنا إيه. لكن ما عندوش سوء ظن، القلب النقي لا يعرف سوء الظن. انتوا بتعدوا معايا عشان ما تناموش. واحد مستقيم، اتنين غير منقسم، تلاتة بسيط، أربعة لا يصن السوء. طيب أربعة القلب
ده احنا قلنا مستقيم وغير منقسم وبسيط ولا يظن سوء، يبقى انتوا معك حق. خمسة سريع التوبة، سريع التوبة. ولما يتوب الحقيقة بيتوب بجد بجد، لان كلمة نقاوة معناها ايه؟ هو قلب نظيف قوي. مش معنى كده ان ما بيجيش عليه تراب، مش معنى كده ما بيجيش عليه رياح الخطية، لا بيجي ويتوسخ. بس الحقيقة القلب النقي مش هو القلب اللي ما بيخطيش، هو القلب الذي يسارع دائما بالتوبة. وعشان كده في ولاد كتير قوي تقول لنا ازاي ربنا ما لقاش في الكتاب المقدس الا داود النبي عشان يقول وجدت حسب قلبي؟ ازاي يعني؟ ازاي ده خطيته خطية تقيلة قوي، خطية دبل فيها ايه؟ قتل وفيها زنا. فربنا يتكلم عنه في العهد الجديد بروح النبوة او بروح الروح القدس ويقول ان هو بحسب قلبي. طب ازاي بقى ده حسب قلب الله؟ قول لنا انت بقى حسب قلب ازاي؟ لان نقاء داود في توبته ان لما تاب توبة بقت دموعه تبل فراشه، بقى ليل ونهار يبكي علشان حس ان قلبه اللي كان نقي صده والطين دخله والشيطان دخله. بس اول ما فاق التوبة اللي تابها داود أثبتت قد إيه إنه قلب نقي. لأن مش كل الناس اللي بتتوب بتتوب توبة زي توبة داود، بدموع داود ومطنيات داود وسجود داود وندم داود وعهود داود. محدش عمل اللي عمله داود في التوبة. ما أنا وإنتم بنغلط أخطاء كتيرة قوي. من فينا وصل في توبته لعمق توبة داود؟ وعشان كده داود يستاهل إن إحنا نقول عليه إنه قلب نقي، ليس لأنه لم يخطئ ولكنه تاب توبة قوية وتاب توبة سريعة. إحنا كده على قد ما هنتوب على قد ما نبقى في حياة من حياة النقاوة. عشان كده حتى الكتاب اللي عمله قداسة البابا المتنيح البابا شنودة كان في كتاب اسمه حياة التوبة والنقاوة، لأن الحقيقة التوبة مرتبطة بالإيه؟ بالنقاوة، والتوبة هي المدخل لإيه؟ للنقاوة. ومن غير توبة مفيش نقاوة، لأن فيه تراب هيخش والتراب ده هيلزق والقلب عمره ما هيعرف النقاوة إلا بالغسيل، والغسيل ده اللي هي التوبة. يبقى التوبة يعني شوفوا المزمور اللي بيقول فيه قلبا نقيا اخلف في الله، هو نفس المزمور بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، هو نفس المزمور لأني ها أنا ذاب الأثام محبوب لبيه، هو نفس المزمور اللي بيقول خطياتي أماني في كل حين، لكن هو نفس المزمور اللي بيقول قلبا نقيا اخلق فيا الله. مفيش حاجة تجدد طيار النقاوة جوه القلب إلا حياة التوبة المستمر. اوعوا تتضايقوا من كثرة الوقوع، لكن اتضايقوا من الكسل في القيام بعد الوقوع، لأن هو ده اللي محسوب على النقاوة. لكن لو وقعت وقمت وقعت وقمت وقعت وقمت انت في حالة من حالات الايه؟ النقاوة. يبقى النقاوة معناها انك انت تقوم بعد كل ايه؟ وقوع. قلنا كم حاجة لغاية دلوقتي؟ 5 6. القلب النقي هو قلب لا يعرف الإدانة. قلب لا يعرف الإدانة ليه؟ لأنه هو أساسا مشغول بتنقية ذاته. الفاضي والملهي عن خطيته هو اللي بيعرف يشوف خطايا الناس. وعشان كده رب المجد يسوع المسيح قال يا مرائي قبل ما تشيل الخشب اللي في القذى اللي في عينك اخوك شيل الايه؟ الخشب اللي في عينك. لانك لو انت شايف الخشبه واحد في عينه عرق خشب وواحد في عينه قشايه، ان هو احوج ان يشيل انا اشيل عرق الخشب. لكن كون ان انا شايف القشايه اللي في عينك واقول لك ازاي في قشايه في عينك، ازاي في قشايه في عينك، ازاي في قشايه في عينك، معنى كده ان انا مش شايف ايه؟ عرق الخشب. فالانسان اللي بيهتم بنقائه، الانسان اللي بيهتم بنقائه على طول مركز في خطيته وازاي يبطلها. اعرف كده اعرف كده، لان دي اسهل واسوأ خطيه كلنا بنقع فيها، وخطية تستوجب عقوبة صعبة قوي. لأن المسيح حذرنا وقال لا تدينوا كي
لا تدانه. يبقى اعرف ان طول ما في قلبك فكر ادانه اوعى تقول اصل انا انسان نقي القلب وانسان طيب القلب. انت ابعد ما تكون عن النقاوة ما دام بالدين انت واقع في النقي. مش كده بقى النقي، مش كده خالص. تقول له ده فلان دوت واقع في الشر، ربنا سامحنا ده واقع في الخطيه الفلانه ده، يقول له صدقني لو فحصت نفسي وانت فحصت نفسك هنطلع احنا الاثنين اشر منه. يمكن هو محدش عارف ظروف خطيته، لكن احنا ياما وقعنا فيها بارادتنا. ده احنا اسوأ ناس، احنا اوحش ناس، بس لولا مراحم ربنا ارحمنا يا رب كعظيم رحمتك. اعرف كده، اعرف كده ان كل فكر ادانه يفسد كل فكر نقاوه، كل فكر ادانه يفسد كل فكر نقاوه. فبدل ما الفكر بتاعي يبقى نقي والتمس الاعذار واشوف الخير اللي في الناس، ما دام شفت عيبه حتى لو العيب ده حقيقي فيه وما التمستوش العذر او الاعذار، يبقى انت اسف ان انا اقول بعيد عن دايره النقاوه، بعيد عن دايره النقاوه. احكي لكم حكايه على الحكايه بتاعت الادانه دي، بالرغم انها واضحه واضحه واضحه. الانبا بموه الكبير قوي اللي كان في القرن الرابع الميلادي حصلت معاه الحكايه دي، وحكيتها لكم كتير قبل كده. كان في راهب شويه متواني، عارفين المتواني؟ يعني يخش القداس مش مهتم، مش واقف وقفه العسكريه كده ولا وقفه الشمامسه ولا واقفه قدام ربنا، فكان يخش كده عند ركن كده وراسه تتقل، يمكن كان ايه سهران طول الليل في التسبيحه راسه تقلت في القداس فينام. فالرهبان بقى كانت واكلاهم الغيره قوي، ففي وسط مجمع الرهبان عاوزين يلسنوا على الراهب ده. شوفوا بقى الفرق بين نقاوة القلب وعدم نقاوة القلب. فيقولوا له أنبا بموة، لو في راهب لعجوز ولا حاجة، يعني راهب شاب مالوش عذر، أصل العواجيز غصب عنهم بيناموا كتير، لما بيكبروا قوي بيناموا كتير، تلاقي طول ما قاعد بيصن وينام كده، مثلا معدى 80 يعدي 90، لكن يعني أقل من كده ما بيحصلش كده. فبيقول له إيه رأيك في راهب شاب وكل ما بيخش الكنيسة ينام؟ هتعمل فيه إيه ده بقى؟ ورينا بقى هتعمل فيه إيه؟ ورينا بقى قوانين الرهبان الحاسمة. قال لهم ده أنا أتربى على رجلي واجعل من رجلي مخدة لراسه. شوفوا الفرق بين القلب النقي، لأن القلب النقي ما ظنش السوء. يقول إن الراهب اللي نايم في الكنيسة ده أكيد كان طول الليل سهران في التسبيحة واقف على رجله، فأول ما الصلاة الهادية بتاعت القداس والبخور بتاع القداس ريح أعصابه نام شوية. بس ده صدقوني حتى نومته دي بر، لأنها محسوبة أمام الله بر بعد جهاد. لكن أنا مش على بعضي. راهب ونايم، قالوا بنعيب على العلمانيين. لما الراهب ينام في القداس ما نعيبش على أولادنا، ما نلبسش شورت في القداس، ودب دب 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 دب، وأنا مالي أنا؟ وأنا مالي؟ ده أنت واقف في القداس ما تستاهلش أساس إنك أنت تتناول، واقف تقدم توبة جوه القداس عشان في الآخر ربنا يحلك إنك تتناول. لكن أنا داخل وبدين. فكر الإدانة ده بيجي لنا حتى جوه القداس ولا لأ؟ بيجي لنا جوه القداس. يا لو أبونا طول في الوعظة، أبونا بيدان طبعا، وفي حد ما بيدينش كاهن؟ كلنا بندين الكهنة طبعا. طب أبونا طول في القداس، وبعدين أبونا بقى الناس قالوا له يا أبونا أنت بتطول في القداس والناس بتتعب، فخد باله الأسبوع اللي بعده أثر في الوعظ. طيب واحدة تقول لي تانية باين عليه مش محضر فخلص. يعني هو في كل الأحوال زمرنا لكم ونحن لكم في كل الأحوال. أنا مصر هقع في الإدانة، هقع في الإدانة. طب وبعدين الحقيقة المشكلة مشكلة كبيرة قوي، إن طول ما أنا بحمل فكر إدانة لا يوجد بداخلك فكر نقاوة. اعرف إن ده ما ينفعش، واحدة بتطرد التانية. برضو احنا قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي؟ ست. هنقول السبعه؟ اوكي هنقول السبعه. سبعه، القلب النقي ما يعرفش، هقولها بالبلدي لان مش عارف احول لها عنوان، ما يعرفش يحوش. خلي بالكوا احنا هنعدها، وكل واحد بقى بينه وبين هنعدهم في اخر الكلمه، كل واحد يقول انا دي. شاوروا كده شاوروا. يعني ايه ما يعرفش يحوش؟ يعني ايه ما يعرفش يحوش؟ يعني ينسى الإساءة أول بأول، زي بالضبط الأطفال. عشان كده المسيح قال إن لم تعودوا وتصيروا مثل الأولاد الصغار، يا ريت نعرف نجيبها.
يا ريت نعرف نعملها. لما بيبقى في واحد، احكي لكم على حكايه ما بيعرف ان ازاي، ان ازاي الشيلان ده وحش قوي. احكي لكم حكايه حصلت يعني من فتره كده، من كام سنه فاتوا. ف كان في زوج وزوجه في مشكله كده. فالحقيقه الزوج طول ما الست بتحكي، طول ما الست بتحكي وبتحكي بالتواريخ وبالايام، وكانت ليله خطوبه اخت مش عارف مين، وكانت مش عارف مين كانت ايه، فهو هو منبهر يعني، حاسس قاعد قدام جهاز المخابرات العامه وفي فايل مفتوح له بيتسجل فيه يوم بتتسقط الاحداث. فهو ايه، هو بيضحك فهي بتتغاظ اكتر. فبقول له ما تضحكش. يقول لي انا مش مصدق يا ابونا، مش مصدق الحاجات دي خلصت من زمان وخلصت، مش مصدق. فاتت الايام وبعدين حصل مشكله صغيره، وبعدين فاتت الايام وحصل مشكله وجم معايا، فهي ابتدت تتكلم كذا. بس هو ما كانش بيضحك بقى، كان ايه، قعد جد لغايه لما جيت دور عليه. اول ما جيت دور راح مطلع ورقه وابتدى يحكي. فبقول له ايه ده، قال لي ما انا اتعلمت. معاها اتعلمت، بدل ما هو اللي يعلمها النقاء والصفاء، هي علمته ان يسجل ويحوش، لان الزمن الجاي زمن اخبر، فهي شايلاله لسه، فهي هتحاسبه. هيقف بقى مع ابونا، قدام ابونا كل مره مش غلطان، يقول طيب بص هي بتحكي لك على المصيف لما حصل كذا، طيب ثالث يوم في المصيف مش انتوا قلتوا كذا وانا وديتكم كذا. لقيت نفسي مش هنخلص، كان اسهل من الاول ان هما الاثنين ينسوا ما يحوشوش. والغريبه ان كل واحد شايف نفسه طيب ونقي، الحقيقه لا، احنا كده بره النقاوه. لان النقاوه معناها ايه؟ زي كده الكوبايه الشفافه اللي تبص فيها ما تلاقيش غير هواء، مش شايله حاجه، مش شايله عكاره، مش شايله ميه، مش شايله طين. لكن احنا بقينا نقول احنا بشر، وطول ما بنقول احنا بشر معناها ان احنا بندي نفسنا الحق ان احنا ما ننساش، بندي نفسنا الحق ان احنا نشيل، بندي نفسنا الحق ان احنا نفضل فاكرين كل العمايل اللي انت عملتها فيا. ده احنا كلنا بنغلط، اشمعنى انا لما اغلط في حق وتبقى انت فاكره لي غلطتي، اقول لك ده انت قلبك اسود قوي قوي قوي. يا ستي انسي بقى، ده ربنا لما بينسى بيسامح، ولما بيسامح بينسى. ولما انت تغلطي في حقي اقول لك فاكره، مش اول مره، سنه 1999 عملت الغلطه دي، وسنه 1900 و2004 عملتيها، واحنا نهضر في 2016 انا ما بنساش. يا سلام، يعني انت عاوز لما انت تغلط الناس تنسى، ولما الناس تغلط انت ما تنساش. الحقيقه القلب اللي بيحوش سلبيات وذكريات مرة للإنسان اللي قصاده بره دايرة النقاوة. طيب يا ابونا، ما هو أصل الذاكرة دي غصب عننا بتبقى فاكرة. بيني وبينكم الإنسان كذاكرة وأحداث ما بتتنسيش، لأن هعمل إيه يعني، همسح الذاكرة إزاي يعني، هجيب إريجور إزاي، هعمل ديليت إزاي، مش بزرار أصلها. لا، هو الحدث مش هتنساه، بس اللي ربنا هيحاسبني عليه الانفعال السيء اللي أنا بفتكر بيه الحدث. هدع فاهم دي؟ رب الذاكره ما بنساهاش. يعني ممكن اقول لك ايه، فاكره مره لما مش عارف حصلت وعملت فيها الفصل فلان فلاني دوت وبتاع، بس بقولها ازاي؟ بضحك. وفي واحد تاني بيقولها ايه، فاكره ولا نسيتي؟ واذا كنت انت نسيتي افكرك، ولعلمك حتى لو انا نسيت ربنا مش هينساها لك. اوبا، وفي الاخر خالص اقول انا ايه، قلبي نقي. الحقيقه فين النقاوه في اللي انا بقوله ده؟ فخلي بالكم، خلي بالكم، وخاصة السكشن ده، السكشن ده خلي بالكم من حكاية التحويش. ذاكرة باسم الصليب، خلوها في الخير بس. احنا قلنا لا يعرف التحويش، دي معناها ايه؟ معناها انه المغفرة تبقى عنده بسهولة، دايما يلتمس الأعذار وينسى تماما كل إساءة حصلت في حقه. كده يبقى دخلنا جوه دائرة النقاوة. آخر نقطة في القلب النقي، لا يضمر شرا ولا ينتقم. في بقى واحد مش محوش، لا بيحوش يقول إيه؟ ليه يوم وربنا هيوقعه تحت إيدي، لأن ربنا ما بينساش حق المظلوم. وهفكركم، الشر ده شر، ده بيور شر، ده شر مركز، ده خلاصة الشر.
بس شفت انا جايبها بذكاء ازاي؟ جايبها بربنا، ان ربنا مش هضيع حقي وهيوقعه تحت ايدي وهيوريني وهشوف في يوم واضمر له شرا. يعني ايه؟ هتدور الدوائر وتلف الايام ومحدش بيبقى على حاله. شايفين الشر؟ انتوا انا بحاول اجسده لكم. تتصوروا لما الانسان عدو يقع وقعه جامده قوي ويشمت فيه امام الله، الشماته دي خطيه. رد بالعكس يا ابونا، دي مش شماته. طب اشرح لي يا اخويا، انا برضو كاهن وعلى قد مش فاهم زي ما حضرتك فاهم، انت فهمني. يقول لي دي مش شماته، ده فرح بعمل الله. اقول له معلش فهمني برضو عشان دي ما خدتهاش في الاكليريكيه، دي ما درستهاش، يعني ايه فرح بعمل الله؟ يقول لي مش ربنا عاوز يفرحني بالحق ان يرجحوا لي، وربنا بينتقم من الاشرار اساسا. الله لا يريد هلاك اي شرير مثل ما مثل ما يرجع ويحيى. واذا كان ده قضاء ربنا ويقول لي ليه انا النقمه انا اجازي، يعني انت مش من حقك تنتقم ومش من حقك تجازي، لكن برضو مش من حقك تشمت. بس انا بقولي بصراحه يا ابونا بصراحه فرحت، وانا قلت بس بين القداسين اجي اقول لك الكلمتين دول، ان عمل ربنا كان قوي قوي وحطهم تحت رجلينا وخسروا القضيه، واحنا دلوقتي علينا رافعين قضيه تعويض وجايين يبوسوا ايدينا عشان نتنازل. بس مش هنتنازل، حللني بقى عشان دخل القداس التاني. انتوا فاهمين؟ النقاوة دي حاجة مش سهلة، النقاوة دي محتاجة مراجعة. الحقيقة خايف اقول ان لو الانسان فحص نفسه في ضوء الروح القدس هيكتشف حقيقة واحدة بس، ان محتاج يشتغل طول عمره طول عمره من اجل نقاوة القلب لاخر لحظة في حياته. بس الجميل ان ربنا يحتسب لنا المحاولة نصرة، ويحتسب لنا كل محاولة بنقي فيها قلبي ان فعلا نجحت في تنقية قلبي، لان ربنا حنين قوي. عاوزك تكون بتحاول وعاوزك تكون بتعمل، واي عمل قليل انت بتعمله هو الحقيقة فرحان بيه قوي قوي قوي. ياريت نشد حيلنا بعد ما اتكلمنا عن نقاوة القلب. بس قبل ما انهي معاكم هنراجع، احنا قلنا 8 ولا 8 نقط. الثمان نقط بتوع القلب النقي، نمره 1 قلب مستقيم، 2 قلب غير منقسم، 3 قلب بسيط، 4 قلب لا يظن السوء لا يظن السوء، 5 سريع التوبه، 6 ما يدينش حد، 7 ما يحوش، 8 لا لا انتوا مش حافظين، لا 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 انتوا حافظين اول 4 بس، ده الباقي انا اللي قايلهم، لا 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 لا. طب صدقوني هنقولهم هنقولهم، الثمانية لازم نسمحهم. انتوا الذاكرة بتاعتكم تعبت كده؟ ما تجيبش غير 4 نقط دلوقتي ولا ايه؟ طيب 1 مستقيم، 2 غير منقسم، 3 بسيط، 4 لا يظن السوء، قولوا كده 4 لا يظن السوء لا يظن السوء، 5 سريع التوبة، 6 لا يدين أحد، 7 ما يحوش، 8 لا يضمر شرا ولا ينتقم. يعني كده أهو دي بقى عاوزكم ترجعوا تراجعوهم عشان ما تنساهمش، وكل واحد يكتبهم ويقيس نفسه عليهم، لأن هنلاقي نفسنا أنا وإنتم وأنا أولكم وقبليكم محتاجين نجاهد قوي في نقاوة القلب. ربنا يديني ويديكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.